بالضبط. ونحن دائما بنتكلم عن انه نحن بناخذ الجانب الصحي، والصباح مرتبط بالصحه بجوانب مختلفه، مرتبط بالمشهد الجميل. دائما بدايه الصباح بالمشاهد الجميله تخلي الانسان عنده طاقه ايجابيه كبيره، قادر على مواصله اليوم بهذه الطاقه الايجابيه، وقادر على اعمال مختلفه ومواجهه مختلف التحديات اللي اصبحنا يعني بنشاهدها وبنلقاها في الشارع السوداني. واحده من الاشياء الممكن هي دائما نتحدث عنها من خلال الصباح هي الزراعه. والزراعه نحن نتحدث عن الزراعه في كونها الاكبر، بانها هي مورد للدخل القومي والاقتصاد، وجانب اخر للزراعه داخل المنازل هي ممكن ايضا تكون يعني بالنسبه للاسره دخل خاص للاسر. فبتمنى انه الجميع يعني يلجا لموضوع الزراعه زي حتى الشتوله البسيطه الموجوده داخل البيت. وفعلا دخلت الثقافه دي ثقافه المشاتل بشكل عام، الناس بدوا يهتموا بالزراعه المنزليه على الاقل. في نوع من الناس او في ناس انا بعرفهم شخصيا بيزرعوا خضروات في بيتهم، اللي هو بيبقى من الـ من الـ من, الـ من المنتج للمستهلك مباشره، اللي هو من بيتك تحديدا عندنا على مناطق الجزيره وكذا. الناس بيزرعوا في البيوت، هي ضمان لانه تكون عضويه اكثر. صحيح، ومزروعه في البيت يعني، والحاجه دي ما بتكلف حاجه. بعدين كونه طلع عليك زراعه دي حاجه ممتازه. في ملاحظه ثانيه انا ما اعرف، نحن عندنا نيم كثير مش؟ والله هي نيمة على مض البصر، مناطق مختلفه صح. كنت تخيل انه بدل النيم ده كانت مانجا كان بيكون الطف. النيم حبابه. الاغراض تختلف طبعا. يعني مانجا اقتصاديا وظلها بمناسبه اخطر من النيم، وبتاخذ نفس السنين ونفس العمر في انها تبقى شجره ضخمه وتنتج ثمره، والمانجا الواحده ب 2 دولار في برا في العالم يعني. فتخيلي بدل النيم في مانجا في الشوارع كان بيكون. نحن نتمنى انه دائما تكون في موازنات للاشجار الظليله من الاشجار اللي هي فيها جانب اقتصادي. خلينا نشوف مشاتل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، متابعيننا في كل مكان، محبي الخضرة، محبي السودان الأخضر. مبادرة بيت الأخضر هي مبادرة شبابية بتهتم بتشجيع الزراعة المنزلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ونشر ثقافة الزراعة على مستوى الأسر وعلى المستوى العام، بالإضافة لنشر المعرفة الزراعية. وعندنا هدف مهم شديد اللي هو شغالين في تحقيقه الآن، اللي هو إصحاح البيئة. مبادرة بيتنا أخضر كبداية فعلية لها كان بدأت يوم 26/10/2020. كبداية فعلية كان بدينا في دربنا الأسر على إنه كيف إنهم يستفيدوا من المساحات الموجودة في البيت، ويستفيدوا من الموية المتوفرة، ويستفيدوا من النعم أو الموارد المتوفرة في المنطقة. فبدينا معاهم بإنه كيف ينتجوا خضرواتهم في البيت، والحمد لله نحن حققنا الهدف بتاع نشر ثقافة الزراعة على مستوى الأسر، حققنا الهدف بتاع تحقيق الاكتفاء الذاتي، بحيث أنه معظم الأسر وكل الناس العدد 500 أسرة عبد الله. سمحت بمبادرة بيتنا أخضر في جروب الفيس،
لقيت انه فاتحين استماره لورشه تدريبيه عن عمل الشتول بالتعجن، فحبيت انه اشوف الحاجه دي. وعمليا قدمت في الاستماره وفعلا كان في مصداقيه شديده، شالوني وتواصلوا معي يوم الاحد. يوم الثلاث الحمد لله هندجينا، استفدنا من اليوم ده انه كيف نقدر نختار العقله المناسبه، كيف نقطع بالطريقه الصح، كيف نعمل له هرمون التجذير، كيف نتاكد انها هتقوم ولا ما هتقوم التغطيه، وكل التفاصيل دي. حقيقه كان يوم ممتع شديد واستفدنا منه شديد، وبتمنى انه يتكرر مره ثانيه.